هنا جينا نتحدوا على الموضوع اللي هو كان مساله راي عام محلي وجهوي هو انقطاع المتكرر ديال المياه في اللي كيخص مدينه انزكان ايت من لول اكادير لان المشكل اللي كان هو الانفجار ديال احد الانابيب اللي هما انابيب كبار هما اللي كيجيبوا من المحطه التصفيه التصفيه المياه هنا كان وقع واحد المشكل ديال الانفجار ديال هذا الانبوب الانبوب راه كما غادي تشوفوا تشوفوا أنبوب راه كبير اللي كان كانت لي لي الاشغال كدوم 24 على 24, 24 ساعه لمده اربعه ايام هاد هاد أه الانبوب اللي كيف ما كتشوفوا الانبوب راه كيتراوح العمق ديالو اكثر من 10 امتار واللي هو انبوب كبير وكما كنقولوا راه هذا هو اللي كيعطي الاكادير الكبير جميع المناطق ديال الاكادير الكبير راه هو اللي كيعطي المياه الناس اللي كانوا كي اه كيشتكوا من قطاع المتكرر المياه ولا المياه كيقول كي لك راه جات فيها التراب وجات فيها كذا لان هما باش ما يتقطع الماء بصفه نهائيه على الساكنه ديال اكادير الكبير كانوا وفروا واحد لي اللي عندهم ديال الماء داروا فيهم ريزيرف واحد شويه الماء باش ما سميتو هنا علاش الماء كيشوف فيه لا اه كتشوف فيه حمار كتشوف كذا لان لو انهم ما داروش هذا الحل راه غادي يكون انقطاع بصفة نهائية لمدة أربع أيام لما يمكنش يتقبلها حتى مواطن ومن طبيعة الحال حتى حنا ما غنتقبلوش هذا سميتو تلقينا عدة شكايات وكيعانيو الناس من قطاع الماء المتكرر للمياه هنا مجددا رسالة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أنهم راه رغم من دوي وشارع على هذا الانفجار ديال الانبوب ولكن راه هناك خصص لسكنه القريعه في المياه لان شحال كيستافدوا الناس مدينه القليعه في هذا في هذا الانبوب راه الله 7% لان الابار باقيين ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المناطق مثل تمسيه مثل المناطق الاخرين اللي كيعطيو كي للقليعه هنا راه الله 7% وكنتمنوا من الجهات المسؤوله انها في اقرب وقت ممكن انها تعطي على الاقل واحد 100 واحد 90% او لا قل منها لساكنه القليعه انها هي فيها كثافه سكانيه كبيره لانك تعرفوا القليعه كتو... كتوافد من جميع المناطق المغرب كيكون كي واحد التوافد ديال ديال الناس اللي كيتع... اللي كيخدموا في في ضيعات فلاحيه في لوزينات في كذا وكيجوا مساكين كيبغوا غير ديك اللحظه باش انهم يلقاو الماء باش يدوشوا الماء باش يغسلوا الحوايج ديالهم ولكن كيلقاو كي خصاص في الماء